فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد كتاب في مكاتب دعوة الجاليات باللغة الفلبينية، مترجم إلى اللغة الفلبينية، عنوانه حوار بين مسلم ونصراني. وضعوا على غلاف الكتاب علامة الصليب وعلامة هلال ونجمة رمزا للنصرانية والإسلام. سؤاله: هل في توزيع هذا الكتاب على هذه الصورة محذور شرعي؟ أولا الحوار ما ندري وش مضمونه ولا رأينا، لازم هذا يفحص، لازم يرسل للإفتاء وينظرون فيه، يفحصونه ويشوفون ويكتبون عنه تقرير. نعم.